ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية الذي عقد بنادي ضباط الشرطة في دبي صباح اليوم، وذلك بحضور أعضاء المجلس وعدد من كبار الضباط بالوزارة. وتم خلال الاجتماع بحث آلية تحديد وتقييم المخاطر على البيئة التحتية الوطنية وعدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير العمل الشرطي والأمني في الدولة، والذي يتوافق مع تطبيق الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية. كما أيضا تم خلال الاجتماع مناقشة مؤشرات وإحصائيات تتعلق بالجرائم المقلقة بالدولة وأهم الإجراءات المتخذة بهذا الشأن. ضمن فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار في نسخته الثانية، دشنت شرطة رأس الخيمة مشاركاتها في معرض الإبداع والابتكار بمركز رأس الخيمة للمعارض تحت شعار الإمارات تبتكر. وقام سعادة اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة بجولة تعريفية حول أجنحة الشرطة المشاركة ضمن عدد من الأجنحة بالمعرض، وتعرف على ما يتضمنه من مشاريع وابتكارات خاصة بالشرطة. شهد سعادة العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة صباح اليوم جلسة العصف الذهني، وذلك بمركز إكسبو بالشارقة والتي نظمتها القيادة العامة، وهو في إطار فعاليتها الخاصة بأسبوع الإمارات للابتكار بحضور عدد من كبار ضباط الشرطة الشارقة إلى جانب عدد من طلبة جامعة بالدولة. ووجه سعادته الطلبة باستمرار التواصل مع الشرطة وتقديم المقترحات التي تساهم في تطوير العمل وحل المشكلات المختلفة التي تقابل بكل عناية واهتمام. نجحت فرق الدفاع المدني بأبو ظبي في تنفيذ تمرين استراتيجي في نفق الشيخ زايد بالعاصمة أبو ظبي تعزيزا للاستعدادات لكوادرها والتأكد على إبقائهم بالجاهزية القصوى للتعامل مع أي طارئ، وبالتنسيق مع الشركاء لضمان القدرة على التنسيق الفعال في مواجهة الحوادث. وفي هذا الصدد قال المقدم محمد عبد الجليل الأنصاري مدير عام الدفاع المدني في أبو ظبي والذي أشرف على التمرين ميدانيا أن هذه الفعالية تندرج ضمن استراتيجية الإدارة العامة للدفاع المدني الرامية إلى مراجعة عمل وسائل ومعدات الأمن والسلامة العامة والتأكد من التفاصيل الفنية الخاصة لعمليات الإنقاذ في حالة حدوث حريق داخل الأنفاق لاعتماد أفضل الطرق في التعامل مع هذه المخاطر. مشاهدينا، كانت هذه أخبار وزارة الداخلية من فقرة العين الساهرة. فاصل ونعود إليكم.